يعطيكم العافية. حكينا بالمحاضرة اللي مضت عن مولر كومبوزيشن، ناقشنا بالفلوريت دينسيتي فوليوم إلى آخره. اليوم إن شاء الله رح نكمل آخر جزئية ضلت لنا من تشابتر 3، رح نحكي عن البريشر آن تيمبريتشر. رح نتعرف عن الفلويد بريشر ونحكي عن الهيدروستاتيك هيد أو هيدروستاتيك بريشر. بداية دائما كنا بنسمع وبنحكي لما نيجي نوصف البريشر بنوصفه بأنه الريشيو ما بين الفورس آند أريا. كيف يعني؟ لما أنا بدي أجي أحكي عن بريشر أنا هيك عم بعبر، لما بدي أحكي أنا هون صار حصل عندي ضغط، فأنا هون عم بحكي عن قوة، هاي القوة أثرت أو طبقت على مساحة معينة بسطح جسم ما. أي عندي أنا لنفرض هذا الجسم بتكون من مساحة، جبت أنا قوة أثرت عليه فيها، فأنا هيك بقدر أعبر أنه أنا هون حصل عندي شو ضغط، بحيث تكون هاي القوة عامودية والسطح هاي وعم تتوزع هاي القوة على هذا السطح اللي أمامي. تمام، نرجع هنا عم بيحكي لك عن البريشر ريشيو of a force to the area which force acts. أوكي، هاي واحد اللي إحنا بنعبر عنها للبريشر. نمسك كل واحدة، الفورس بشو بنقدر نعبر عنها والأريا بشو بنقدر نعبر عنها، وهيك إحنا بنحصل على وحدة البريشر. هنا عبر لنا عن الفورس بنيوتن، عن وحدة المساحة بالمتر مربع. لما عبر عنها بالداينز عبر عن الأريا بالسنتيمتر مربع. لما عبر عن القوة الفورس بالبي اف عبر عن الأريا بإنش تربيع. هلأ هاي ممكن نحكي عنها إنها بي اس اي، وهذه الوحدة ممكن نحكي عنها نعبر عنها بالباسكال، واللي هي أكتر وحدة شائعة عنا للضغط. تمام، نكمل. مثل ما حكينا في عنا ما يسمى بالفلويد بريشر، وبدنا نناقش الهيدروستاتيك بريشر. الفلويد بريشر هون إحنا عم نحكي عن قياس القوة لكل وحدة مساحة على جسم في السائل أو على السطح المغلق. أما لما بدنا نحكي عن الهيدروستاتيك بريشر، فإحنا هون عم نحكي عن تأثير البريشر اللي بأثر على هذا الفلويد سواء سائل أو غاز عند الاتزان، نتيجة لشو؟ بنعيد وبنكرر، نتيجة للفورس. تمام، خلني أنزل لتحت. كيف نعبر عن الهيدروستاتيك بريشر؟ من اسمها هيدروستاتيك، فإحنا هون عم نحكي بنناقش بعمود ساكن أو ثابت. طبعا برجع بحكي كمان إنه الفلويد يا أما غاز يا أما ليكويدز، مو بس ليكويدز، الفلويد غاز أو ليكويد. على هذا الشكل لو بدنا نيجي نحكي عن الهيدروستاتيك بريشر بنعبر عنه، رح أكتب هاي العلاقة بالأول بعدين نناقشها، بنعبر عنه بهاي العلاقة. أي البريشر الكلي أنا كيف بدي أحسبه؟ هو عبارة عن البريشر عند السطح للليكويدز اللي معي، للفلويد اللي معي، وبالإضافة هذا هاي هنا بينوت، بالإضافة ل البريشر هذا طبعا عبارة عن بريشر، الدنسيتي بالجرافيتي بالهايت عبارة عن بريشر. هذا البريشر هون بيكون عندي عبارة عن اكزاكت للنقطة اكزاكت اللي أنا بدي أحسب عندها البريشر جوا هذا الفلويد غاز أو ليكويد، وهذا البريشر اللي كلي. تمام، يعني يسوها هاي المعطيات على هذا الشكل اللي أمامي. طبعا هاي المعلومات كلها حتكون ايش بتخص النقطة اللي أنا بدي أحسب عنها لهذا السائل أو الغاز. تمام، طبعا هون هاي العلاقة اللي هي قلت لكم عنها رو بجي بي الارتفاع، طبعا هون كاتب بي اتش هو عبارة عن هيد اوف فلويد هلأ بنحكي عنه، فهذا الشكل هو نفسه البريشر. تمام،
هلأ في عنا إحنا متعودين كنا إنه البريشر خلص يعني بنحكي عنه قوة على مساحة باسكال بي اس آي إلى آخره، لكن نقدر نعبر عن البريشر بالهيد أي بالارتفاع، ننسبه للارتفاع. كمان ممكن مر عليكم لما نيجي بدنا نعبر عن ضغط إشي معين نقوم نحكي عنه تلاقي هيك جنبه وحدة، هاي الوحدة عبارة عن إيش؟ هاي الوحدة عبارة عن ملي متر اتش جي واللي هو زئبق، إن عم نقيس الضغط بالنسبة لأدي ضغط زئبق. أو في عنا يعني حسبة تانية اللي هي للووتر اللي هي بتكون 10.3 متر اتش تو اوم اتش تو اوم. كيف هيك؟ حسابات معينة يعني صراحة شرح عنها بالتفصيل زميلي أسامة، يعني اللي عنده هيك فضول بحب يعني يعرف شو قصتها هاي بالضبط، حتى يعني ضايف عليها عن جهاز الباروميتر اللي هلأ رح نحكي عنه، فاللي بحب هيك ياخذ معلومات أكتر يرجع على أول أوائل فيديوهات مادة ثيرموفيزيكال، حبيلاقي شرح إنه شو قصة إنه الزئبق وشو قصة إنه الووتر، انه بالمتر عم نحسب احنا ضغط انه اشي غريب، عم نحسبه بالنسبه لهيد، عم نحسبه بالنسبه لارتفاع. فهناك مفصلها اكثر بطريقه جدا حلوه يعني اللي بحب ياخذ معلومات زياده. فهذا هو الهيدروستاتيك بريشر، انه احنا عم بنعبر عن ارتفاع، عم بنعبر عن الضغط بالنسبه للارتفاع بالنسبه لوحده الطول المتر او مليمتر. تمام تمام. أنا عندي نقطة معينة وجيت أنا بدي أوصفها أعبر عن الضغط تبعها، ما قلت والله ضغطها 20 باسكال 1 باسكال، لأ قلت ضغطها بيساوي 5 متر مي. طب كيف أنا هاي ضغطها أنا عم بحكي عنه 5 متر H2O؟ معنى هذا الكلام معناه إنه الضغط في النقطة هاي هو نفس الضغط اللي كانت رح تعمله هاي 5 متر مي. تمام، نفس المبدأ للزئبق. أوكي إيش هون عندنا؟ هون يعني هاي الفقرة كلها بتحكي عن الهيد والحسابات تبعونه اللي إحنا هلأ عم نحكي عنها. طبعا أنا نطيت بالي 10.3 إنه لو نرجع هون على جدول الكونفيرجن نيجي عند البريشار زي ما تشوفوا هون، هي انه قد ايه 706 الواحد اتموسفير هو عباره عن 760 ملم زئبق، هو عباره عن 10.3 متر H2O اد فور سيليسيوس، فخليها ببالكم هاي الشغله. تمام، نرجع لهنا. اوكي، في عندنا هنا سؤال تطبيقي على calculation of pressure as ahead في فلويد، يعني بدنا نحسب البريشر ونعبر عنه بالارتفاع بالهيد. اوكي نيجي نقرا، بقول لك بريشر اوف 2 10^5 باسكال، هذا شو من الوحدات؟ طبعا انا بعرف شو المعطى اللي عندي، هذا عندي بريشر. اوكي بده هذا البريشر أعبر عنه بالمليمتر اتش جي. تمام، بنيجي على القانون تبع البريشر اللي هو عبارة عن بي تساوي رو للاتش جي بالجرافيتي بالارتفاع بالهيد. ليش للاتش جي؟ لأنه أصلا هم حدد لي إنه بدي إياه للاتش دي، يعني للاتش جي يعني الدنسيتي بالنسبة لل الإشي أنا بدي أحسب عنده، الإشي اللي هو محدد لي إياه، يعني لو طلبها بالمتر لل H2O فأنا رح أستخدم الدنسيتي لل H2O. على هذا القانون حتكون بس يعني تطبيق مباشر، رح أحط أنا بس المعطيات اللي هو أصلا معطيني إياها. بدي الهيد بعد إعادة ترتيب المعادلة حتصير عندي بهذا الشكل، طبعا هو بي وحاطط لك H هي لأنها يعني نفسها هي الهاي. تمام، نيجي بنحط عنا البريشر اللي معانا، طبعا بنفك وحدة الباسكال اللي هي عبارة عن نيوتن على متر تربيع، تقسيم
الدنسيتي لا الزئبق مع وحدتها بالجرافيتي برضو مع وحدتها. وهنا عندنا هاي عبارة عن تحويلات. تحويلات لإيش؟ طبعا لنيوتن لما نفكه فهو عبارة عن، طبعا لازم نفكه علشان نحصل على النهاية بدنا نوصل لمليمتر في متر، فطول ما لنيوتن هيك احنا في عنا صعوبة فلازم نفكه، لأنها لنيوتن عبارة عن شو؟ الواحد نيوتن، الواحد نيوتن هيها عبارة عن واحد كيلو جرام دوت متر على سكن تربيع، تمام. هاي تحويلة لنيوتن والكيلو جرام. وهون عنا ضربنا ب 10 أس 3 اللي هي لحتى نحول من متر لملي، تمام. يعني هاي conversion، هدول اللي عليهم دائرة والباقي زي ما هم المعطيات حطناهم. بالنهاية طلع معي جواب 1.5 × 10 أس 3 مليمتر اتش جي. هيك احنا حلينا وعبرنا عنها بالنسبة لشو؟ بالنسبة ل as a head of fluid. في طريقة تانية جربوا انتو تعملوها، اللي هي نعمل نسبة وتناسب، يعني طريقة أسهل مباشرة على السريع بدون تحويلات بدون ما تقعد تفكر بنيوتن ولا غيره، اللي هي تعمل انت بما انه احنا عنا اياها بالباسكال، عنا اياها بباسكال، تمام. انت تحول من باسكال دايركت ل مليمتر اتش جي، فبتعمل نسبة وتناسب انه قدي كل باسكال قدي بيعطيني مليمتر اتش جي، وضرب تبادلي. جربوها انتو حيطلع معكم نفس الرقم. اوكي نكمل. في عنا هون سؤال، بدنا نحسب pressure below the surface of a fluid. يعني عنا سطح، عنا fluid، وبدنا نحسب the pressure عنده. اوكي بحكي لك what is the pressure 30 متر below the surface of a lake. يعني عندي أنا بحيرة، تمام، عندي بحيرة وأسفل هاي البحيرة على ارتفاع، يعني منعبر بهيد 30 متر، في عندي أنا نقطة، هاي النقطة أنا هنا طبعا هاي باعتبار بحيرة يعني بس اعتبره بحر أحمر. بدنا نحسب عند هاي النقطة البريشر. بحكي لي كمان إنه الأتموسفيريك بريشر، أي إنه at the sea ليفل، مفروض انه هنا يكون الاتموسفيريك بريشر يعني على سطح الليك البحيرة هو عبارة عن 10.4 متر H2O، اي معبر عنه بارتفاع المي. البريشر اللي شرحنا عنه قبل شوي، ومعطيني الدنسيتي للووتر، ومعطيني الجرافيتي، اي المعطيات كلها معي. هون انا رح استخدم هاي العلاقة اللي حكينا عنها، اللي هو البريشر الكلي عبارة عن البي نوت اللي هو عند سطح الليكويد اللي عندي، زائد الضغط للنقطة اللي أنا بدي إياها، تمام؟ أوكي. بنيجي بنحط علاقتنا وبنيجي بدنا نفضي المعلومات. طبعا مجرد ما أنتو هاي حكينا عنها قبل شرحتها أنا، مجرد ما شفنا في عملية جمع فأنا بدي أخذ بعين الاعتبار إنه كل هاي الكفة لازم تكون وحدة تبعها نفس هاي الكفة عشان أنا أقدر أعمل عملية الجمع. لأنه إذا كانت كل واحدة هاي البريشر تبعها باسكال، واللي على الجهة هاي تكون البريشر تبعها بال BSI، مستحيل أقدر أجمع. فهاي أول شغلة لازم نأخذها بعين الاعتبار، تمام. هلأ باجي أنا وبدي أعبي المعطيات اللي معي. هاي هذا هو البريشر at the surface، وهاي هي البينات اللي بتعبر عنها حطيناها. سيبوكم شوي من هذا الإشي اللي بدي أحط عليه هلأ دائرة، خلينا نخليه على جنب. عنا عملية جمع، وبنرجع هنا، تمام، نعبي معطياتنا اللي هي هاي قلنا هي أصلا عبارة عن بريشر، بس إحنا هنا فاكينها بالدنسيتي تبعها الجرافيتي والارتفاع، معنى الدنسيتي معنى الجرافيتي ومعنى الارتفاع لهاي النقطة اللي إحنا عم نحسب البريشر الكلي عندها. أوكي
شو هذا الإشي اللي أنا قلت لكم خلينا نتركه شوي على جنب وحطيت عليه دائرة؟ هاد عبارة عن تحويلة. تحويلة شو؟ مش تحويلات اللي عاملينهم عشان الباص السريع، لا، تحويلة بالمادة تبعتنا بالبرينسيبل. أوكي، هذه الكفة عشان نساويهم إننا نجمع. هلأ بهاي الكفة بتيجي بتطلع على الواحد المعنى كيلو جرام في متر في سكن. هذول بشو بيذكروكم؟ بيذكروكم بالنيوتن، اللي هو نيوتن عبارة عن شو لسه ما صلنا شوي حاكين، عبارة عن كيلو جرام بمتر على سكن تربيع. فأنا هلأ الواحد هو أي بريشر أنت تحوله أي وحدة بريشر ما في أي مشكلة، بس إحنا الوقت مش دائما لصالحنا، الوقت مش دائما مكفينا، فإحنا أكيد بدنا ندور على الأسهل. شو أنا الأسهل لي؟ هيك أنا طلعت على الوحد لما شفت كيلو جرام، شفت متر، شفت سكن تربيع، عطول بده يضرب على مخي نيوتن. فالواحد نيوتن عنا هاي التحويلة هون تكافئ الواحد كيلو جرام بمتر على سكن تربيع. فأنا هون بكون ثبتت وحدة البريشر اللي على هذا الطرف بأنها تكون إيش؟ نيوتن على متر تربيع، واللي هي باسكال. باجي هون الضغط أنا معبر لي عنه بشو؟ معبر لي عنه بارتفاع الووتر. طب أنا شو بدي أعمل بهاي الحال؟ بما أني ثبتت هناك على باسكال، بروح بدور على علاقة تربط ما بين البريشر بالنسبة للهيد أوف ووتر والباسكال لحتى أحول لإله. شو بدنا نعمل؟ بنروح نرجع على جدول التحويلات اللي عنا وعلى البريشر بنيجي وبنطلع هاي النيوتن على متر مربع، ما عندي فيها أي مشكلة. طيب شو في علاقة أو شو في قيمة عم تربطها مع الووتر اللي معي؟ لأنه أنا معي متر للووتر، لو معي أنا بالأتموسفير، معي بالبار، معي بالمليمتر اتش جي، بدي أعمل ما بين هذا الباسكال اللي عليها مستطيل أسود وما بين هذه الوحدة اللي معي. أنا معي أنا ومعي هاي، فرح أعمل الكونفيرجن، أخذ هذا الكونفيرجن. نرجع على سؤالنا. طبعا كيف بنحول؟ بنحط الوحدة الجديدة اللي بدي أحصل عليها فوق والوحدة اللي بدي أتخلص منها تحت بالمقام، وهيك أنا طبعا الأرقام هاي من الجدول، يعني ما أخدينها على طول جدول الكونفرجن. هلأ شفتوا بتصفي علي شغلة إنه اختصارات ضرب، بدي أشيل من هون، بدي أشيل من هون. بالنهاية بكون أنا حصلت بأنه هون نيوتن على متر مربع وهون نيوتن على متر مربع، بس بعمل عملية جمع تطلع عندي بالأخير الإجابة بهذا الشكل. الرقم عبارة عن 3.96 بعشرة أس 5 نيوتن على متر مربع، واللي هي باسكال. طبعا بقدر أحولها لبار بإني أقسم على 10 أس 5، هاي برضو من جدول التحويلات. بقدر أحولها لأعبر عنها بالكيلو باسكال بحيث إني أقسم على 10 أس 3، بتصير 396 كيلو باسكال. هلأ شوفوا هون حللها بطريقة تانية وسريعة وسهلة. تطلعوا إحنا أخذت معنا تحويلات وأبصر شو جمع وإعمل وسوي وروح على جدول الكونفيرجن، هو حلها بسطر واحد. كيف؟ هلأ بالأصل هو أصلا معطيني البريشر أز أهد، معطيني 10.4 متر H2O، وحاكي لي عن النقطة اللي هو بده أحسب عنها، معطيني إياها بالارتفاع، حكي لي عنها 30 متر. طب ما أنا بقدر أجمع البريشر at the surface وبقدر أجمع لها الضغط برضو بالنسبة للهيد لهاي النقطة. فهيك أنا حصلت على البريشر الكلي، وحصلته بس بوحدة شو هون؟ بوحدة المتر H2O. طبعا بالطريقة اللي بتريحكم والأوضح. أوكي خلينا نحكي هلا عن الأتموسفيريك بريشر، أبسوليوت بريشر، أنجيج بريشر. الأتموسفيريك بريشر هو عبارة عن ضغط الجو والهواء المحيط فينا اللي بيكون بشكل متغير. أخذنا له ماخدين له ستاندرد إنه بيساوي 1 أتموسفير، أي بيساوي عند السي ليفل 760 مليمتر اتش جي. الأبسوليوت بريشر هو عبارة عن البريشر مجرد relative to absolute zero، بنقاس من ال absolute zero. وأخيرا الجيج بريشر هو البريشر relative to atmospheric pressure، نسبة لننسبه للأتموسفير. أوكي عشان توضح الصورة خلينا نيجي
طبعا الجاج بريشر بيكون لنقطة أعلى above the atmospheric pressure. لنفرض هنا عندي أنا البريشر، هنا عندي نقول هون هاي نقطة الزيرو، نيجي هنا نحط ليش هيك البريشر مش هنا الزيرو، ونفرض هنا عندي واحد اتموسفير. اوكي عندي انا نقطة ان شاء الله تكون مبينة واقعة فوق الاتموسفير. لو انا بدي اجي واحسب هاي النقطة، لا احسب الضغط عند هاي النقطة، بدي بلش احسبه من عند الاتموسفير لعندها اطلع لها لفوق، فانا هنا عم بحكي عن جيج بريشر رح اعبر عنه بالجي. لو بدي امشي لهاي انا النقطة واحسبها من عند الزيرو لعندها، امشي لعندها فوق، فانا هنا عم بحكي عن ابسليوت اي بيعتبروها. نيجي نعطي مثال تاني، انا عندي نقطة تحت، انا النقطة تحت هاي بدي احسب الضغط عندها، نغير اللون. لو بدي امشي لهاي النقطة من عند الاتموسفير لعندها، فانا هنا عم بحكي عن جيج بريشر واللي هو vacuum gauge reading vacuum. لو بدي امشي من عند الزيرو لعند النقطة اطلع لها طلوع، فانا هنا عم بحكي عن absolute pressure، بيكون قيمة الابسوليوت هون less than atmospheric. بينما بالخط الاصفر هذا اطول خط اصفر عندي، هون بتكون الابسوليوت pressure اكبر من الatmosphere atmospheric. تمام، طبعا هذه الرسمة بتسهل علي توضح لي هاي العلاقة اللي هي بتربط ما بين هدول الثلاثة بريشر، انه البيل ابسليوت هي عبارة هاي البيل ابسليوت هاي كلها هي عبارة عن البي كيج بلس البي اتموسفير. ممكن اكتبها بشكل تاني اذا بدنا ناخد يعني بعين الاعتبار ناخد بعين الاعتبار هذول اللي عاملينهم بالبنفسجي، الجيج قلنا الفاكيوم، نقدر نكتب العلاقة بطريقة تانية يعني في إلها شكل تاني واللي هي بي أبسليوت تساوي البي أتموسفير ماينس بي فاكيوم. طبعا بهاي الحالة الأولى للبريشر بيكون above أعلى البي أتموسفير أعلى، بالحالة اللي تحت بتكون البريشر below تحت البي أتموسفير. يعني لو ترجعوا تشوفوا هاي الرسمة تتفحصوها أكتر هتفهموا ايش التفاصيل اللي انا عم بحكي عنها. طبعا بما اني انا فوق الاتموسفير معناته هنا الجيج بريشر ماله موجب، بينما انا نزلت تحت الاتموسفير بالجيج هون فمعناته انا بالسالب، عم بحكي عبر عنه بالسالب، عشان هيك هنا الفاكيوم ماله قبليه ماينس، اشارة ماينس ماينس. اوكي فهذا هو الفرق ما بين هدول الثلاثة بريشر. هلأ بدنا نحكي عن أجهزة قياس الضغط بريشر ميجرمنت. عنا أشهر ثلاث أجهزة واللي هما بوردن جيج، مانوميترز، والباروميتر. البوردن جيج من اسمه بيقيس الجيج بريشر، المانوميترز بيقيس الديفرنس بريشر فرق الضغط، واخيرا الباروميتر بيقيس الاتموسفيريك بريشر. اوكي عندنا هنا البوردن جيج هو عباره عن انبوب مطاطي، لما بندخل فيه مائع ندخل فيه فلويد بيزداد الضغط بهذا الانبوب، فلما بيزداد الضغط فيه بالمقابل شو كل ما زاد الضغط فيه رح بيزيد مع الاستطاله لهذا الانبوب، يعني هيك مفروض تكون العلاقه مع بعض، كل ما زاد الضغط عم بتزيد الاستطالة للأنبوب. لما حركة
هاي الاستطالة بتسبب شو دوران للمؤشر اللي عندي. فهون بيعطيني قراءة للبرشر. هيك عملية القياس فيه. هون عنا هاد شكل المانوميتر اللي رح تاخدوا حل عليه بالتفصيل إن شاء الله بمادة الفلويد ميكانيكا الموائع. بيكون هذا المانوميتر مملوء بفلويد معلوم الكثافة، وبنعرض له بنعرض النهايتين هدول تبعونا لضغوط مختلفة، تمام؟ ومن خلالها تجري الحسابات. له أشكال عدة: open end, differential و sealed end. ال open end عبارة عن من جهة، من هاي الجهة بيكون البريشر للفلويد، وهنا بيكون البريشر للأتموسفير. الديفرنشال بيكون فلويد مختلفين، هنا تأثير الضغط لفلويد ما، وهنا تأثير الضغط لفلويد ما. آخر شكل سيلد إند بيكون مغلق من هنا، وبيكون من هاي الجهة عم بتعرض لبريشر لفلويد ما. هلأ في حالة إنه إذا كان هذا مش بريشر لفلويد، لو كان هذا البريشر بي 1 عبارة عن بي أتموسفير، فإحنا هنا بهاي الحالة عم نحكي كأن عن الباروميتر، كأن عم نحكي صرنا عن جهاز الباروميتر اللي هو قلنا بيقيس شو، بيقيس الأتموسفيريك بريشر. أوكي، هنا حسابات للمانوميتر. صراحة ما رح أخوض بتفاصيلها، بتوقع يعني يمكن ما كتير يدقق عليها الدكتور لأنها بالتفصيل بتتاخد بالفلويد، ولو دقق عليها فبتوقع إنه تفهموها معه بتفاصيلها بشكل يكون أوضح وأحسن إن شاء الله. ولو حد احتاج إشي يعني أنا ما عندي مشكلة أي حدا يجي ويسألني عنها، بس هي كفكرتها سهلة، بس ممكن تنحل بأكتر من طريقة، يعني تتاخد من الدكتور إن شاء الله بتكون أوضح من إني أنا أعطيها. هيك بنكون خلصنا ما كل شيء بيتعلق بالبريشر. رح يضل آخر شيء علينا التمبريتشر، إن شاء الله رح بحاول أخلصه بفيديو قصير جدا ما بياخد معنا إشي. ويعطيكم العافية.